بكم في هذا الموعد الإخباري. في لقائها برئيس الجمهورية المؤقت، لجنة المصادرة تعلن عن مصادرة ما يقارب 13 ألف مليار دولار من ممتلكات النظام السابق وأسهاره، وتؤكد علاقتهم بالمافيا الدولية. وزير الصحة عبد اللطيف المكي يشرف على ندوة الحوار الوطني حول الصحة. قوة إفريقية في شمال مالي لمواجهة الحركات الإسلامية. بان كي مون يحذر الرئيس الإيراني من عواقب الخطابات الحادة في الشرق الأوسط. نتائج مصادرة أملاك عائلة المخلوع وأسهاره والمقربين منه هو محور اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي برئيس لجنة المصادرة نجيب هنان ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان وأعضاء لجنة المصادرة وإطاراتها. هذه اللجنة التي قدرت قيمة الممتلكات داخليا وخارجيا التي كانت تحت عهدة النظام السابق بما يعادل ميزانية تونس سنة 13 و2000 والتي تبلغ تقريبا 13 ألف مليار. القيمة الأولى يعني هذا مجرد رقم أولي، هو قد يفوق 13 ألف مليار دولار. السيد رئيس اللجنة تحدث على أنه يمكن أنه يقارب ميزانية الدولة التونسية والناتج القومي التونسي الخام. هذه دليل ومؤشر على أن الفساد وعصابة الفساد نهبت بلادنا. قيمة مالية أنت موضوع المصادرة يتجاوز ذلك بكثير. دونك الميزانية التكميلية على مستوى العقارات والمقولات والمساهمات والشركات تتجاوز الميزانية التكميلية، ثم قاعدة تأسس الوقت حتى الميزانية 2013. هم عصابة مافيا بأتم معنى الكلمة، لها أذرعها الدولية. هكذا وصف وزير أملاك الدولة سليم بن حميدان تركة المفسدين من أسهار وأقرباء المخلوع، حيث عثروا على مخدرات وجوازات سفر وأحزمة ناسفة ومجوهرات وأختام ديوانة. تم العثور في بعض العقارات على مواد متفجرة، تم العثور حتى على حزام ناسف، على مخدرات، على أختام ديوانية، على وثائق مزورة، على وثائق دول أجنبية. يعني حقيقة عصابة مافيا خطيرة وخطيرة جدا، عندها أذرع دولية، شركات الآن موجودة في عديد الدول للالتفاف في عملية التمويل على القانون. كلها قاعدين نفككوا في هذه العصابة، وإن شاء الله جهد لجنة المصادرة في هذا الإطار جهد حثيث وجهد جبار، وإن شاء الله ربي وفقنا لنكشف كل هذه الحقائق للمجموعة الوطنية. أعضاء لجنة المصادرة أكدوا مواصلتهم استرجاع ما سلب من ممتلكات الشعب التونسي ومصالح المجموعة الوطنية. بالطبع كل باش دخل خزينة الدولة متأتى من الأموال المصادرة باش دخلها الخزينة وباش توفر الأرضية للتشغيل وحتى الترفيع في الأجور عند القضاء فرد الناس ولا حتى تخفيض في الضرائب. الخيارات مفتوحة بصفة كبيرة برشا، دونك هذا يبعث الأمل. فهمت؟ المعرض الذي سيعرض منقولات المصادرة تم الإعلان على أنه سيكون في بداية شهر نوفمبر القادم في كازينو جامرت، يهم ممتلكات المصادرة للقصور الرئاسية ولغيرها من الإقامات أو حتى القصور التي على ملكية الأشخاص المصادرين. هذا الكل انطلق تفويت في كبرى الشركات، هذا أيضا بدأ وضع البعض منها في البورصة. وكان زميلي سيسليم بسباس تحدث وفي ندوة صحفية سابقة وحول استراتيجية الدولة في التفويت في هذه الممتلكات، وأيضا مؤشر على سعي وعلى تصميم وإرادة هذه الحكومة ووزارتنا وزارة أملاك الدولة على اجتثاث هذا الفساد ومقاومته. تحسين أداء المنظومة الصحية ووضع سياسات استراتيجية جديدة للنهوض بقطاع الصحة بالاعتماد على منهجية تعتمد المقاربة التشاركية الشاملة بين مختلف القطاعات المتدخلة في هذا المجال. هذه الأهداف كانت محور الملتقى التحضيري للحوار الوطني حول الصحة بمشاركة الجمعيات النشطة في مجال الصحي والاجتماعي. يهدف جمع الجمعيات الخيرية اللي تعمل في قطاع الصحة والقطاع الموازي للصحة لاستقطابها للمشاركة في لجان التفكير اللي باش تتكون ان شاء الله ابتداء من يوم 8 اكتوبر. الصحة هي اهم ما عند التونسيين، وهي حصيلة محطة عيش واختيارات في الحياة، في التربية، في النوم، في العلاقات الاجتماعية، في الوضع النفسي، في ممارسة الرياضة من عدمها، وهي حصيلة كذلك العلاج وحصيلة الوقاية.
ولذلك فالصحة هي معناها شيء مهم وفي نفس الوقت ما نقولش معقد، وإنما حصيلة جملة من العوامل الهامة والكبيرة. حوار وطني شمل بادرت به وزارة الصحة لضبط وتسجيل تصورات وانتظارات السكان والجهات الفاعلة يكون على 5 مراحل. حوار يحظى كما يقول المسؤولون على وزارة الصحة يحظى بدعم دولي من المنظمة العالمية للصحة وتمويل من الاتحاد الأوروبي يقدر ب 860 ألف دولار لتطوير قطاع الصحة. اليوم وصلنا إلى استنتاج بعد تقريبا 8 أشهر ونصف في وزارة الصحة أنه ثم قضايا ومشاكل يعيشها القطاع الصحي لا يمكن حلها إلا بمراجعة خياراتنا في هذا القطاع، خيارات حول التمويل، حول التنظيم، حول القوانين، حول نظم التكوين إلى غير ذلك. بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد لمين الشخري ووزير الاستثمار والتعاون الدولي انطلقت فعاليات الملتقى حول صناعة مكونات الطائرات بتونس، حيث عبر الوزيران عن أهمية هذا القطاع. إذا ما ثماش بنية تحتية لائقة متكاملة بهذه المنظومة أمسح مات، وبالتالي أعددنا كمرحلة أولى عنا منطقة صناعية خاصة نسميناها قطب صناعة الطائرات اللي هو في المغيرة 2، ثم هذا كتكملة نحن في أعداد في إنجاز الآن، مش في الدراسة في الإنجاز، خط أنا طريق جزء يربط من المصنع نتاعها من المنطقة ذيك للبورت إلى الميلان تاع حلق الواد، لأنه أجزاء طائرات طور أنت اشترى نتاع الطيارة باش يتحط يتهز فوقك البورت شار فوق الكاميون ويمشي، يلزم يمشي في الطريق معناها ينجم يتعدى بكل سلامة. ما تعرف شنو معنا، معنا عندنا قناطر وعندنا جسور في الطريق في الممر وعندنا، وهذا احنا بدأنا في تهيئته وان شاء الله في الأجال القريب يكون جاهز. إضافة قطاع الإلكترونيك، قطاع الكهرباء، قطاع مكونات السيارات، قطاع البلاستيك، يجي قطاع هذا مكونات الطائرات بحوالي 50 شركة. نحن طموحنا أنه كما قلت في الكلمة متاعي أنه نحاول نكون أكثر من 5000 بين مهندس وتقني سامي ومعناها فني في هذا القطاع، باش نعطي فرصة للشركات اللي تريد تتوسع ولا الشركات اللي تريد معناها تجي لتونس تلقى معناها الإطار الفني المتكون، تلقى معناها البيئة والمناخ الاستثمار معناها المهيئة. وزير الصناعة والاستثمار أشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم قطاع صناعة الطائرات، مؤكدين على ضرورة دفع عجلة الاستثمار في ذات القطاع من خلال التكوين في هذا المجال. أنا الآن مع مدارس المهندسين، المدرسة الوطنية للمهندسين لينيت، ومع مدرسة مع الانسات ومع لينيم في المنستير ومع صفاقس ومع كل مدارس المهندسين من غير ما نعملش ببليسيتي، مع كل الآن فيه أحدثنا معناها دي موديول، أحدثنا جوانب حتى مش نقولش اختصاصات معينة للتدريس في هذا المجال ما كانتش موجودة عندنا في تونس. اليوم تونس اللي كابابل ديتر معناتها او نورم اوروبيان اي بالماتير غريز نتاعها وبالشركات اللي قاعدين يدخلوا لتونس باش يوفروا للشركات سيفيل ولا ميليتير القطع غيار، وعندنا لا بوسيبيليتي وعندنا لا ماتير غريز موجوده ولازمنا معناتها نزيدوا نعاونوا تونس باش تكون او نيفو دي بيي كوم المغرب كي ان ايرو كي ان ايروبول ماتنو qui est plus de 10 ans qui existe au Maroc et même à Mazabine, nous sommes à leur niveau. Mazabine, les jeunes s'intéressent à l'aéronautique, c'est l'avenir. الإحاطة النفسية والاجتماعية بالسجين كعامل مساعد على إعادة دهيئته هو عنوان ورشة العمل التي نظمتها الإدارة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي للنظر في تنظيم الإدارة العامة للسجون والإصلاح ودورها في دعم إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للسجين. دور الوزارة بطبيعة الحال إضافة إلى إعطاء الفرصة والإطار لتبادل الخبرات بين الخبراء التونسيين الذين يعملون في السجون التونسية والخبراء الألمان، أيضا يندرج ضمن أو يأخذ شكل آخر وشكل ربما تسهيل العمل داخل السجون سواء ب
تكوين الإطارات المختصة، سواء ب أيضا ريكروتمون تاع القضاء تاع المستشارين والنفسيين والاجتماعيين، أيضا على في مستوى أيضا تكوين حتى الأعوان العاديين أعوان العمل العام وإعطائهم دراسات أو تكوين خاص بالجانب الاجتماعي والنفسي، وهذا كله يسهل خاصة العمل داخل السجون ويعطي فرصة أكثر للتعامل بين بين الأعوان والإطارات وبين السجناء والقضاء بذلك على الكثير من المشاكل التي ربما تكون أو تنشأ داخل المؤسسة السجنية. حبينا معناتها وخاصة بدعم معناتها من وزارة العدل ومن الإدارة العامة للسجون والإصلاح، كونهم معناتها هذا الانفتاح وهذا التوجه معناتها الإصلاحي، كوننا معناتها نعطيه أيضا معناتها بسطة للعالم، كوننا معناتها ثم معناتها أيضا معناتها نقائص، لكن إن شاء الله معناتها ساعين معناتها في إصلاح إن شاء الله بإذن الله. وفي هذا معناتها يتبين عمل المؤسسة في كوننا معناتها نبرز التجربة الألمانية، لكن أيضا نبرز التجربة التونسية، ويصير معناتها تبادل التجارب والخبرات، ونعرفوا اللي معناتها الوسيلة هذه هي أكثر وسيلة معناتها ممكن تكون فعالة للإصلاح وإدراك النقائص. إعادة تهيئة السجن مبدأ يمر حتما عبر الإحاطة النفسية والاجتماعية به، وهو ما تسعى إليه وزارة العدل من خلال تنظيمها للإدارة العامة للسجون والإصلاح، مما يتيح متابعة السجين طيلة فترات العقوبة وبعدها، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات إيجابية ضارعة في هذا الميدان على غرار المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي. هو بطبيعة الحال تشمل كل السجناء بدون استثناء، ولكن ربما هناك جاء اهتمام خاص بالفئات الضعيفة كالنسوة والأطفال إلى غير ذلك، باش يكون عندنا اهتمام خاص. احنا مؤخرا نظمنا ورشة عمل مع مؤسسة أخرى في خصوص هذا الجانب، مع مؤسسة تونسية ومنظمة دولية للإصلاح الجنائي في خصوص الاهتمام بالفئات الضعيفة والفئات الضعيفة منها خاصة النساء والأطفال. احنا مواصلين بطبيعة الحال في هذا المنهج هذايا، وبخصوص تعاوننا مع الجانب الألماني كما قلت لك احنا تعاون قديم مش جديد، وسيتواصل الشهر القادم إن شاء الله عندنا جلسة عمل مع المؤسسة الألمانية في برمجة السبل التعاون بالنسبة للسنة والسنتين القادمتين، باش يكون البرنامج مكثف جدا إن شاء الله، ويكون أيضا متنوع ليشمل كافة المشاغل والمواضيع اللي تتعلق بالمؤسسات أو العمل السجني ككل. في مطمح الإدارة العامة ووزارة العدل أنه كل سجين يحظى برعاية خاصة نفسية اجتماعية رعائية تأهيلية إلى آخره، فلا نستثني من ذلك حد. قدم رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والتنمية بسيدي بوزيد الدكتور محمد الصغير نوري صباح اليوم خلال ندوة صحفية التأمت بالعاصمة مبادرة أطلق عليها اسم مبادرة مستشار الشعب، وتهدف هذه المبادرة حسب ما أفادنا به رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية إلى تقديم خطة تنموية بديلة وتصور دستوري بديل. المبادرة هذه الهدف الأساسي متاعها هو إرجاع زمام المبادرة والقرار في توجيه البلاد للشعب. الشعب في حاجة إلى خطة تنموية عاجلة قادرة على خلق مواطن شغل بسرعة وموارد رزق بسرعة وتخفف معاناة الناس قبل ما ندخل في عملية تنموية طويلة المدى. والشعب في حاجة إلى دستور يحميه من التسلط اللي عاشوا معاه بن علي، دستور يكرر سيادة الشعب. اليوم في ميدان التنمية العاجلة هذه متعثرة، تنمية متعثرة والشعب مازال يعاني، وفي الدستور العملية الدستورية متعثرة، والنقاش الحالي والمسودات اللي خارجة على المجلس التأسيسي ما ترتقيش المستوى الدستور اللي يحمي الشعب من تسلط السلط ويعطي للشعب سيادته. إذا نحكيه على تنمية في البلاد راه يجب أن تنطلق محليا من المواطن الذي يطرح الإشكال، يطرح المشكلة، كانت مشكلة صحية أو مشكلة تعليمية أو مشكلة ثقافية أو مشكلة بيئية أو مشكلة تشغيلية، فالحل هو عند المواطن. ويعتبر القائمون على هذه المبادرة أن تونس تمر فعليا بمرحلة سياسية وتنموية ودستورية معطلة يسودها انعدام الثقة وكثرة الشكوك، لذلك وجب حسب قولهم تصور آليات عملية لتفعيل هذه المبادرة.
المجلس التأسيسي الحالي للأسف الشديد غير قادر على صياغة دستور وتقديمه للشعب، لماذا؟ نظرا للتجاذبات السياسية الموجودة بداخله، وفي أقصى الحالات وإن تقدم بدستور فإنه لا يرتقي إلى تطلعات شعبنا الذي حقق ثورة متميزة. واليوم الدستور يجب أن يكرس سيادة الشعب، بحيث يجب أن نمر من مفهوم التفويض اللي هو سائد اليوم، يقول لك الشعب انا عندي الشرعيه، الشعب فوض لي الشرعيه، وما دامني انا عندي الشرعيه هذه انا نعمل ما نحب، الى مفهوم جديد وهو التكليف. نكلف الشعب، الشعب يكلف مسؤول حكومه او رئيس بمهمه ويراقبه، بحيث المعادله الدستوريه اليوم الجديده تجي تكون تعيين من طرف الشعب، فتكليف بمهمه فمراقبه. أشرف شكري بالعيد المنسق العام للحزب الوطني الديمقراطي الموحد على جلسة مضيقة بإحدى نزل مدينة قبلي جمعته بكوادر الحزب بالجهة، استعرض خلالها نتائج المؤتمر التوحيدي للحزب والذي انعقد مؤخرا بالعاصمة، كما عرج في كلمته على موقف حزبه من الأحداث الأخيرة التي عاشتها البلاد، محملا مسؤوليتها للثالوث الحاكم وخاصة حزب حركة النهضة، والذي على حد تعبيره فشل في التعاطي مع الملف الأمني. شكري بالعيد أكد أن زيارته لقبلي تأتي ضمن سياسة حزبه في الاتصال بالقواعد داخل المناطق الداخلية التي بقيت خارج دائرة الاهتمامات الحكومية، مستدلا على تفشي ظاهرة البطالة بالجهة. وتنفيذ قرار المكتب السياسي لحزب الوطني الديمقراطي الموحد بالاتصال بمناظري ومناظرة الحزب في كل الولايات من أجل مناقشتهم في نتائج المؤتمر، في استنتاجاته، في توصياته، في قراراته من ناحية، وفي استكمال بناء هيكل الحزب في كل الولايات. أيضا مناقشة الوضع السياسي العام، مناقشة ضرورات الجبهة، الجبهة الشعبية تحقيق هدف الثورة، في ضرورات بناء حزب اليسار الكبير، في ضرورات طرحان الأزمة السياسية اللي تعيشها البلاد والمسؤول عليها حكومة الترويكا، حكومة الالتفاف على الثورة اليوم، في مناقشة منزلق العنف الخطير اللي ضرب البلاد وضرب سمعتها البرة، واللي يشكل خطر حقيقي على كياننا الاجتماعي. أيضا لمناقشة متطلبات التنمية في الجهات هذه المقصية والمنسية، واللي مرة أخرى من وال التنمية نتاع الحكومة هذه اللي هو مواصل من وال التنمية نتاع حكومة بن علي يعمق تهميشها ويعمق التفقير ويعمق البطالة ويعمق الاستغلال، وهذا مرفوض. المنسق العام للحزب الوطني الديمقراطي الموحد أكد أن زيارته لمدينة قبلي ستليها زيارة أخرى لمختلف معتمدياتها وحتى عمادتها. شكري بالعيد عرج على ملف العنف والذي تفشى بشكل لافت، حيث دعا أنصار حزبه لاستنهاض الهمم والتصدي لهذا التيار الذي لا يخدم في رأيه إلا مصلحته ومن يدعو ويشرع له. احتضنت قاعة العروض للمندوبية الجهوية للثقافة بمدنين اليوم المفتوح الخاص لولاية الجنوب لانطلاق حملة التوقيع على عهد تونس للحقوق والحريات بتنظيم من المعهد العربي لحقوق الإنسان وبحضور مختلف الشركاء المعنيين بهذا العهد. الحملة اليوم هي في تخص ولاية الجنوب اللي انطلقت فيها الحملة بشكل كبير منذ أكثر من أسبوعين. اليوم نحب نأكد على مزيد الانخراط في هذه الحملة، ونريد تذكير بأهداف العهد. العهد هو يحب يخلي حقوق الإنسان والحريات هي الأدنى المشترك بين مختلف المواطنين والمواطنات. نحب أنه هذه الحقوق تكون هي أساس كتابة الدستور ومرجع للدستور، ثم نريد كذلك أن نؤكد على أن الحقوق والحريات في هذه المرحلة التاريخية بالذات هي اللي ممكن تكون أساس لكل حوار مجتمعي، حوار يقوم على نبذ التعصب، نبذ العنف، نبذ يعني الإكراه والتطرف، والدخول في حوار جدي توافقي حول مختلف يعني القضايا الوطنية الآن وبناء الانتقال الديمقراطي. وتم في هذا اليوم المفتوح تقديم أهداف هذا العهد وإبراز مبادراته، خاصة مع تشريك مختلف الهياكل والقطاعات المعنية. جينا اليوم باش نشوفوا الملتقى هذا اللي كان معناه ثري ويقدم بصفة ملموسة ويحسس الناس بضرورة أهمية حقوق الإنسان سورتو بعد الثورة، معناها اللي باتت معناها نوعا ما مهدأ. احنا أكثر ناس معنيين بالعهد هذايا إذا تم، وإذا كانت المسألة معنية يعني تهم جميع شرائح المجتمع بما فيها المعطلين اللي ناس أبسط حقوق المواطنة ماهيش متوفرة فيهم. نظمت الغرفة الفتية بمعتمدية جربة أجيم
بمناسبة الجلسة الوطنية الثانية لرؤساء الغرف، ندوة بعنوان جرب أجيم وجهة سياحية، حضرها سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. وقد عبر الحضور وعلى رأسهم جمال الدين زيتون مدير التظاهرة، عبروا عن أن هذه الجلسة هي فرصة لبيان الواقع السياحي وأفقه. ندوتنا هذه تركز أساسا على بيان الواقع السياحي بالجزيرة وبيان آفاقه المستقبلية. كانت من خلال إعطاء لمحة في مداخلة أولى على السياحة البديلة المستقبلية للجزيرة من خلال سياحة إيكولوجية ثقافية مؤتمراتية أو رياضية. النقطة الثانية تركز أساسا على بيان الأساليب التسويقية التي يمكن اعتمادها في إطار الدعاية السياحية العالمية لمواكبة التقدم الدعاية الإعلامية السياحية العالمية. والثالثة ستركز أساسا على واقعية معتمدية جربة أجيم من هذه السياحة على مستوى جزيرة جربة. سليم بن حميدان عبر عن خصوصيات ومميزات واقع القطاع السياحي بجزيرة جربة والإشكاليات المتصلة بالملك العمومي البحري. أهم الإشكاليات اللي طرحناها هي موضوع أفاق السياحة الوطنية والمحلية في جزيرة جربة، أساسا الخيارات البديلة، السياحة البديلة فيما يتعلق باستثمار المخزون الثقافي والتاريخي للجزيرة الثري وعدم الاكتفاء بالسياحة الشاطئية أو السياحة البحرية، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني يتعلق بالاعتداءات على الملك العمومي البحري والملك العمومي المياه، الاعتداءات الفظيعة على سباخ جربة في مناطق القرع، أجيم، أغير، القنطرة، عديد المناطق اللي تعرضت لاعتداءات كبيرة ياسر واللي فعلنا فيها الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة. من جهته بيّن مدير متحف التراث بقلالة بجربة أجيم بيّن نقاط القوة ومميزات المنطقة في المجال السياحي. أفاق التنمية في معتمدية أجيم أفاق عديدة وناتج عن أن هذه المعتمدية لطالما صنفت تصنيف جائر على أنها لا تصلح للسياحة باعتبارها شاطئها صخري، باعتبار ترباتها قاسية، باعتبارها في منطقة لا تتوفر فيها مناخ جيد، بينما ركز السياحة في شمال الجزيرة. هذا اتضح الآن أن فيه كثير من الإجحاف، بالعكس هذا معتبر معوقات، معتبر نواقص وثغرات. بمبادرة من المنظمة العالمية للإغاثة الإسلامية عبر العالم وبالتنسيق مع جمعية تونسية خيرية، تم توزيع 118 سرير كهبة على المؤسسات الصحية بقبلي، وزعت كالآتي: 75 سريرا للمستشفى الجهوي بقبلي، و13 سريرا للمجامع الصحية، و30 سريرا موزعة بالتساوي على مستشفيات دوز، سوق لحد والفوار. هذه الهبات شملت بالإضافة لولاية قبلي ولايتي مدنين وقفصة، وتأتي في إطار دعم مجهودات الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية داخل المناطق الداخلية. احنا اليوم متوجين في ولاية قبلي، جينا بهيبة مقدرة ب 118 سرير تم استعمالهم في خلال الألعاب الأولمبية في لندن 2012. هذه الأسرة هي هيبة من المؤسسة المشرفة على الحفل في الأولمبياد، هي اللي تكفلت بوصولهم لتونس عن طريق منظمة الإغاثة الإسلامية بالتنسيق مع جمعية تونس الخيرية. إجمالا الأسرة كان عددها 318. المنظمة العالمية للإغاثة أكدت أن هذه الأسرة والبالغ عددها 318 سريرا والموزعة على الولايات الثلاثة وقع استعمالها لسويعات في الحفل الأخير للأولمبياد في لندن، وقدمت كهبة لمنظمتهم من قبل المؤسسات القائمة على الحفل. يعتبر هذا في إطار يعني رد الجميل كمؤسسة خيرية، يعني إسلاميك ريليف USA أمريكا، يعني هي اللي تبرعت بهم. السر هذوما ديجا استعملوهم في ليجي اولمبيك، يعني الالعاب الاولمبيه في انجلترا، فقط يعني تقريبا يمكن لمده ساعه او ساعتين، يعني الاستعمالات نتاعهم خفيفه، ومن بعد صار يعني تنسيق مع الاغاثه الاسلاميه وتم يعني جلبهم لتونس وتم توزيعهم على الجنوب التونسي. وفي اخبارنا العالميه، توصلت مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى اتفاق يتم بموجبه نشر قوة إفريقية شمال مالي، حيث تسيطر حركة التوحيد والجهاد الإسلامية منذ الانقلاب العسكري في مارس الماضي. واتفق وزير الدفاع المالي ونظيره الإيفواري على أن يكون مقر القوة الإفريقية في باماكو عاصمة مالي.
عند لقائه بالرئيس الإيراني أحمد نجد على هامش الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ غدا بنيويورك. حث بان كي مون طهران على اتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء الثقة في ملفها النووي، حيث يتهم الغرب إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية. من جانبه قال الرئيس الإيراني إنه لا يتوقع حدوث أي تقدم في الأزمة النووية بين بلاده والغرب قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى في نوفمبر القادم. بعد مفاوضات في أثيوبيا دامت أسبوعين بين البشير وسيلفاكار، بحث من خلالها الطرفان سبل وقف القتال على حدود الدولتين البالغ طولها 1800 كيلومتر، وهو ما سيمكن الدولة الوليدة في جنوب السودان من استئناف تصدير النفط من جديد. ويسعى الطرفان إلى الوصول إلى اتفاق سلام شامل هذا الأسبوع، وإلا فإنهما سيجازفان بأن يفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات عليهما، حيث سيوفر هذا الاتفاق للدولتين العائدات النفطية التي تحتاجها كل منهما لتفادي انهيار اقتصادي. نهاية هذا العرض الإخباري، وهذا تذكير بالعناوين. في لقائها برئيس الجمهورية المؤقت، لجنة المصادرة تعلن عن مصادرة ما يقارب 13 ألف مليار دولار من ممتلكات النظام السابق وأسهاره، وتؤكد علاقتهم بالمافيا الدولية. وزير الصحة عبد اللطيف المكي يشرف على ندوة الحوار الوطني حول الصحة. قوة أفريقية في شمال مالي لمواجهة الحركات الإسلامية. بان كي مون يحذر الرئيس الإيراني من عواقب الخطابات الحادة في الشرق الأوسط. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.